مهاب ياسر كان ضيفنا النهارده، وبالصدفه قبل ما نخش على الهواء على طول عرفنا ان عيد ميلاده، فحبينا نعمل له المفاجاه دي ونقول له كل سنه وانت طيب عقبال مليون طيب. سنه كل سنه طيب مهاب، طيب ربنا يخليك عقبال مليون سنه. الله ربنا يخليك، شكرا. انجاز رائع جدا مع نادي الزمالك، بطوله رائعه جدا، بطوله افريقيا، عايز ابدا بيها وبعد كده نمشي على امور كتيره اخرى ليها علاقه بيك انت شخصيا وليها علاقه بنادي الزمالك. بطوله افريقيا دي وانتوا رايحينها الامور صعبه، المنافسه صعبه جدا، المنافسه تقيله جدا، الزمالك في كل مباراه كان بيعمل شغل رائع جدا ومميز لحد المباراه النهائيه. ازاي عملتوا الشغل ده؟ الفرقه الحلوه دي سببها ايه مع مدير فني محترم جدا؟ طبعا البطوله دي كانت اول مره تتعمل تحت رعايه الام بي اي في رواندا. بطولة صعبة جدا، كان كل فرقة فيها 4 محترفين وكان فيها يعني زي محترفين اصلا من البلد، فالموضوع كان صعب جدا، كان كل ماتش بنخشه كانه نهائي، فالموضوع كان صعب ومرنا بظروف صعبة كتير جامد يعني كتير جدا في رواندا. حجر صحي 10 ايام وبعد كده اتمرنا وبعد كده خدنا على الماتشات، وما كانش في فترة كبيرة، بالعكس كان في بتاع يعني 2-3 بس. فالموضوع كان صعب جدا، ولكن احنا الحمد لله يعني كلمة السر طبعا روح اللعيبة وبنتكلم دايما مع بعضينا ككبير يا صغير، ما فيش في الباسكت، هم يعني معودنا في فريق الزمالك ان ما فيش كبير وصغير في الفريق. هم دايما بيكلموني كأن انا لعيب كبير زيهم، يعني مش ما فيش اللي هو انت عشان لعيب صغير فبنبعدك عن الاندماج او السيستم بتاع الفريق، لا. ده يعني ده من اول يوم صعدت فيه في النادي وانا حاسس بكده، من اول 2019 وانا خدت دوري مع نادي الزمالك ما حسيتش ان انا لعيب خارج عنهم خالص. طبعا مرنا بظروف صعبه جدا والحمد لله، الماتش النهائي بالذات يعني كان قبل الماتش احكي موقف كده بسرعه. يا ريت لا براحتك. طبعا يعني اللي في كذا لعيب قريب مني في الفريق، فان انا اكون عندي 18 سنه او 17 سنه واخش نهائي بطوله افريقيا بتبقى انت عندك خوف شويه، يعني ما عندكش اكسبيرينس ان انت كلاعب يعني لعيب صغير، ما عندكش لعيب عنده 34 سنه او 31 سنه. صح. فدايما اللعيبه بتديني نصايح، يعني ما تخافش ركز. ودايما انا ما خفتش، يعني ناس كتير قوي بتفتكر ان انت تخاف او ما يكونش عندك ثقه فيك، فانت لا بتورين بلعبك في الملعب. الموقف اللي حصل بقى يعني هم كانوا معاك ايه قبل المباراه؟ هو كنت انا هو في 5 بتدوا الماتش فانا كنت من 5 دول، فالموضوع كان يعني مش مفاجئ لان انا ابتديت في كل الماتشات، بس بقى كنت خايف شويه يعني اللي هو بلاش انا في البدايه اللي هو انا عايز اشارك ماشي ومتشكر جدا ومبسوط بس خليني اخش لما المباراه تشتغل. فالموضوع كان صعب وكان في ناس كتير قوي في الملعب وكان في سفراء من كل الدول. فكلمت مع زميل ليا اسمه احمد حاتم وعمر هشام، طبعا كلموا معايا وما تخافش وركز واحنا عندنا ثقه فيك، فانت لما تسمع الكلام دوت ما بتفكرش تاني، يعني بيدوك ثقه ودي يعني كلمه السر بتاعت اللعيبه. انت في اصلا مباراه من المباريات بس مش فاكر كانت مع مين، انت خدت مان اوف ذا ماتش، يعني كنت انت افضل لاعب في المباراه وكنت مقدم مستوى رائع جدا، فانت اصلا ما فيش خضه يعني خلاص. بس يعني لما تيجي ماتش النهائي دوت بيبقى ليه احساس تاني، بيبقى ليه حسبه تانيه في دماغك، فكنت خايف شويه، بس طبعا اللعيبه يعني لما تسمع منهم كلام بينقلك في حته تانيه خالص. في لحظه في المباراه النهائيه دي تحديدا اتحاد المنستيري حسيت انه المباراه بتروح مننا مش هنكسب؟ قلقت؟ لا، هو دايما يعني كان كلنا عندنا ثقه بالله ان احنا هنكسب البطوله طبعاً. بس في اول الماتش كان هم قاعدين علينا فرق 12 بوينتس فالموضوع كان يعني احنا نلحقهم ولا هم يفرقوا عننا. بس احنا الحمد لله طبعا كلمه سر يعني هي روح اللعيبه. يعني انت انضميت للزمالك قبل البطوله الافريقيه على طول ولا كنت معاهم من قبلها؟ لا، كنت معاهم قبلها بشهرين، رجعت اجازه وقلت ما اقعدش يعني في البيت، هم اولى بيا الفتره ديت، ونزلت اشارك معاهم وان شاء الله اسافر بعد الدوري. انت كنت فين بقى؟